يمكن حضراتكم متعودين ان دايما لما بيكون في ضيف مهم جاي لزياره مصر، من ابرز واهم الحاجات اللي احنا لازم نعملها معاه كدوله او كقياده دوله اننا نعمل له زياره للمواقع التاريخيه والمناطق الاثريه. لكن الفكر ده بدا ان هو يتطور كمان، مش بس بنعمل ده، لا احنا بدانا نفكر بشكل اخر وبنشوف مشهد مختلف تماما. المشهد اللي بكلم حضراتكم عنه هو مشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده وهو بيصطحب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينو، وكان في جوله تفقديه. كانت فين بقى هذه الجوله؟ كانت في العاصمه الاداريه الجديده اللي هي مستقبل مصر المشرق. شملت الجوله دي مدينه الثقافيه ومدينه الفنون والمدينه الرياضيه وكنيسة ميلاد السيد المسيح وأيضا الحي الحكومي ومجلس النواب والوزراء. عايزة أقول لحضراتكم أن الرئيس السيسي النهاردة استقبل الرئيس البيلاروسي، كان الاستقبال أمس في قصر الاتحادية، وأجرى الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية ثالثها كمان جلسة موسعة ضمن وفدي البلدين، وشهد الرئيسان في ختام المباحثات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المصرية وأيضا الجهات الحكومية في بيلاروسيا. يعني هنلاقي تعاون على المستوى السياسي، وهنلاقي أيضا تعاون في العديد من الملفات الاقتصادية، خاصة في مشروعات محور قناة السويس وفي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. دي أبرز موضوع حصل النهاردة وأبرز النقاط اللي تم الإشارة ليها بخصوص هذه الزيارة.